به أنفع من العلمي مع قلة العمل به. يا سيدي يا سيدي، خش بقى، خش 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 على الأكلات المفضلة اللي بتحبها. يلا يلا يلا. بص يا سيدي، بتحب إيه؟ أيوة، بتحب تاكل حنيزة ومفش والجريش والعصيدة واللحم المقلقل. تاكل حشرات دي ولا إيه؟ حشرات إيه يا راجل أنت بتتضايقنا ليه؟ ده انت جرت ريقنا على اللحم المقلقل ده. بتشتغلني صح؟ ده لحم المقلقل ده في المنطقة العربية والخليج نار. اسمح بس، بس شوية بس. بص انا اسف يعني. اركن اركن وتعالى يا حسين بسرعة. عادل؟ مين؟ مين؟ أنا دينا. إيه ده دينا؟ إيه ده؟ إزيك يا عادل، عامل إيه؟ إزيك يا دينا؟ إيه الصدفة اللي مش مقصودة دي؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. بتعملي إيه هنا؟ أنا بعمل ماجستير. أنت بتعمل إيه هنا؟ أنا بقى متعود أجي هنا، أنا على طول هنا. بقاش هم قاعدين أصحابي وكده. بليز قول لابن عمك إن أنا زعلانة منه جدا، إزاي ما كلمنيش كل ده؟ هو مجدي كده، هو مجدي طول عمره كده مش مستقر وما بيردش المكالمات وفي كل بلد شويه. طبعا عن اذنك يا عادل، انا اتاخرت عن المحاضره بتاعتي، باي باي. طبعا طبعا، انت عارفه يعني قليل من العلم مع العمل به انفع من العلم مع قله العمل به. ايه ده؟ ايه ايه قلتها غلط؟ دي الحكمه المفضله عندي. لا حقيقي والله. واضح ان بيننا حاجات مشتركه كتير. تقريبا. طيب بقول لك ايه، ايه رايك بعد ما تخلصي المحاضره والجامعه نخرج ناكل او حاجه؟ اوكي ما عنديش مشكله، اخلص واكلمك على طول. اوكي عادل معلش، انا عندي سؤال. سوري معلش. لا ازاي، اتفضلي. هو انت موقف الياقه كده ليه؟ بس انا بقالها كتير قاعده فقلت اما اوقفها شويه. معلش سوري اتاخرت عن حضرتي. وحشه ولا ايه؟ ناكل سوا. نروح فين؟ نروح فين؟ ساقيه لا، السمك لا، لا ايوه. الو مطعم انشراح؟ ايه انشراح، انا مجدي. بقول لك ايه، ركزي معايا لو سمحتي. يا اهلا يا اهلا يا عادل بيه، هجسلك ترابيزتك يا عادل بيه. هما بيعملوا كده ليه؟ اوفر صح؟ شكرا يا شافعي، شكرا شكرا. بصي الترابيزه دي بقى على طول بيحجزوها لي، دي ترابيزتي، تيجي نقعد عليها؟ يلا لا نقعد هنا. هنا؟ اوكي ماشي، يلا اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا شافعي؟ ازيك يا باشا؟ قول لي يا سيدي بقى، اخبار اللحم المقلقل ايه؟ موجود يا عادل بيه. ماشي، هات لنا يا سيدي منه، وعايزين كمان كنت هنسى، هات لنا حنيز. الحنيز اللي حضرتك بتحبه يا عادل بيه؟ ايوه يا سيدي، ايوه اللي انا بحبه. موجود يا عادل بيه. طيب هات لنا بقى شويه مجلجل على شويه حنيز وشويه رز كده وفخيصنا. تمام. شافعي مش كده؟ ما تنساش السلطه. امين. معقوله انت على الجو بسرعه؟ انت عارف يا عادل دي اول مره اقابل حد في مصر بياكل لحمه مجلجل وحنيز. وانا كمان اول مره اخد بالي يعني او افتكر ان انت ممكن تكوني بتاكلي الاكل ده برضه. يظهر فعلا ان في بيننا حاجات كتير مشتركه. ايوه عادل بيه. ايوه يا سيدي اتفضل. شكرا. امرني بحاجه تانية يا عادل بيه. خلاص شكرا يا شاف، شكرا. اوكي. رهيب رهيب رهيب. ممكن تديني حنيزايه بقى؟ عايزه حنيزايه؟ مني انا؟ طبعا. حنيزايه حنيزايه ديك، حنيزايه مزايا واحده. افتكرت، معلش معلش خديها انت، اصل افتكرت في مهم قوي لازم اعملها. طيب سوري. مش مهم التليفون دلوقتي، مش هاكل بايدي يعني، مفيش مشكله. ايش حياتك؟ بس بس غريبه قوي برضو ان انت يعني بتاكلي كل الكميات دي وما تتخنيش. لا اصل انا فظيعه، عندي هسس، اول ما بحس ان وزني ابتدى يزيد بلحق نفسي على طول. عشان كده اصل انا بتخن بالريحه. قيمتي ضعيفه بس واضح انها غدد حاجه. بس انا عندي حاجه مختلفه عنك شويه. ايه؟ اسمها اراده. سمعت عنها قبل كده؟ لا الحقيقه. دي زي اراده اعمال او كده؟ ايه؟ ايه؟ هزار كده وهزار. قلشت منك شويه دي عادي. واضح ان قريبك دمه اخف مني. قريبي مين؟ مجدي. مجدي بيموتني بالضحك، انت مش فاهم مجدي بيعمل فيا ايه؟ حتى في التشاتنج ضحك 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 طول الوقت.
في الشاتنج برضو؟ دمه خفيف قوي والله بجد. مجدي دمه خفيف، مجدي دمه لطيف، مجدي مش عارف زفت ايه. مش كفايه انها بتاكل حنيز ومستحملها؟ يا حرام. شفتي يا جماعه، يا جماعه ايه الحل؟ ازاي واحده تكره واحد هي معجبه بيه؟ دي ما شافتوش ولا مره، وانا شافتني كذا مره، مفيش مره كلمه حلوه. ما تردوا، ما ترد يا ام العريف. بص، هما حالتين، ان انت تبقى احسن منه وان انت تصدمها فيه، ولا ايه؟ مظبوط. مجدي انا زعلانه منك قوي، ما كنتش اتخيل انك تعاملني المعامله دي. المعامله الصعبه. المعامله الصعبه؟ اه يعني من العمله الصعبه وكده، دي واضحه جدا. ايه النفخ ده؟ ده اساس انها بالونه. لا 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 لا، كده اوفر قوي. انت شارب حاجه يا مجدي؟ شارب ولحيه. على فكره الهزار ده رخم وغلس كمان. طب بقول لك ايه يا دينا، بما انه يعني هزار رخم وغلس وكده، انا حاسس ان انت من ساعه ما جيتي وانت فاضيه، وشايف برضو ان عادل فاضي، ما تقعدوا تكلموا بعض بما ان انتوا الاثنين فاضيين. دينا معلش، انا بجد مشغول ومش فاضي قوي يعني للتفاهه دي خالص، معلش اعذريني. طب باي باي بقى لحسن. بصي مشغول مشغول مشغول، باي باي دينا، باي باي. الو. يا دينا. ايوه يا عادل، من فضلك قول لابن عمك ان انا مش عايز اعرفه تاني. ليه ليه؟ خير؟ حصل ايه؟ ليه؟ انا مش مصدقه نفسي، ده كانه بني ادم تاني. طيب اهدي 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 شويه، اهدي شويه، انا هكلمه لك. حاضر. خلاص انا هسامحه المره دي عشان خاطرك انت بس. معلش يا دينا، اصل هو كوكايين بيطلب قله ادب. الايه؟ كوكايين؟ انت عرفتي منين؟ مش انت لسه بتقول؟ اه ده انا اللي قلت دلوقتي. دينا ارجوكي ارجوكي اوعي تقولي له. الحسن ده عصبي جدا عشان خاطري. ها ولا اقول لك؟ قولي له على فكره انا بخافش، قولي له يستاهل. هنعمل ايه؟ لا تقولي ولا اقول له. انا اصلا مش عايز اعرفه تاني. اقفل اقفل دلوقتي، مش قادره اخد نفسي. الكوكايين قال ايه الحظ ده؟ الطموح، كل بنت نفسها تحس ان اللي بتحبه عنده مستقبل، انسان بيفكر لبكره، بيحاول يطور نفسه عشان يوصل لحاجه. خش. اتفضل يا فندم. شكرا شكرا. اهدى 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 اهدى، حماده السفروت، ازيك يا دي حماده؟ تعالى. مجدي متكوي، ايه الحلاوه دي؟ مالك يا تخنت كده وبقيت شبه دونجل بتاع مجله نيكي. وانت والله شكلك برضه ما اتغيرش خالص يا حماده من ايام المدرسه. يخرب بيت عقلك. اسكت، ده انا محضر لك مفاجاه. بص يا حماده، كنت بقلب من كام يوم في الصور كده، لقيت الصور بتاعتنا بتاعت المدرسه. بص، فاكر ده كان في عيد ميلادك لما مامتك كانت ملبسك فستان وحاطه لك روج وحسنه في خدك. كفايه. ايه؟ عايز ايه يا مجدي؟ خلي بالك انا مشغول جدا. ها انجز، عشان ورايا ميتنجز كتير قوي النهارده. ميتنجز؟ لا ده حماده. ايه انت هتتكبر على اصحابك بتوع زمان ولا ايه؟ اصحابي بتوع زمان؟ ده انتوا كلكم عقدتوني وانا صغير. فاكر فاكر لما كنت انا ضعيف وانتوا اقوياء، كنتوا بتهروني ضرب، كنتوا مسميني حماده السفروت. لكن شوف دلوقتي، شوف ربنا، شوف شوف ربنا عمل لي ايه. شوف انت جسمك عامل ازاي، وانا انا جسمي عامل ازاي. بص يالا، بص اوعى، بص بص تراي، بص يالا، بص دي، بص الناحية التانية، بص بص بص، أنا هفرق، أنا هعقدك. بص يلا. أنا ممكن أعمل 300 ضغط، بس الوقت مش ملكي. أحمد أحمد اسمعني لو سمحت. عايز إيه؟ بص يا سيدي. أيوه. أنا جاي لك في حاجة هيكسبك ذهب. إيه؟ ضهري. قومني يا مجدي، قومني. إيه موضوع الذهب ده بقى؟ اسمع الكلام بقى. مجلة كاريكاتيرية للكبار والصغيرين، تمام؟ بتنقد كل الأوضاع اللي احنا فيها بشكل كده كوميدي وساخر. ايه رأيك؟ بص يا مجدي، موضوعك ده ما ينفعش بجنيه. استنى بس، أنا لسه ما كملتش. بقول لك ايه؟ سيبك من وش الهبل اللي أنا عامله لك ده. أنا بعرف أجيب الجنيه من الهوا. بص
كده. تيجي نتكلم في الجد بقى؟ قول يا ريت. تعالى انتج لك برنامج ايروبكس وانت اللي تقدمه، هيبقى شكلك تحفه. يلا بص، وانت تخين كده وبتعمل كده، ها؟ انت بتعمل كده ودول يتهزوا، انت تعمل كده ودول يتهزوا، هيبقى شكلهم حلو عليك قوي يا مجدي. قلت ايه يا حبيبي؟ قلت ايه؟ ايوه قلت بعد اذنك خلي الصور دول جاهز ينفعوك. اذنك معاك يا حبيبي. طب خلينا نشوفك يا مك. على فكره حماد، انا كنت عايز اتاسف لك اتنين اسف. على ايه؟ اسف على اللي عملناه فيك ايام المدرسه، واضح ان انت كنت بتطلعه فيا دلوقتي. والتانيه؟ والتانيه على ان انا جيت لواحد تافه زيك. غريب غريب ابنك. وان شاء الله هتبقى اكبر مجله كاريكاتيريه نقديه سياسيه في الشرق الاوسط كله. الشرق الاوسط كله؟ طبعا انا طموحي ما بينتهيش يا بنتي. اوعى تكون هتاخد مجدي المتخلف ده معاك. ايه ده؟ لا لا لا، مجدي ايه وبتاع ايه؟ اديك انت اصلا قلتي بصي متخلف، مجدي ده طموحه قد كده، انا طموحي قد كده. بعدين ياما قلت له هو خليه غاوي سفر رايح جاي كده كانه مدير مبيعات. صحيح، بقول لك ايه، النهارده هنحتفل، صحابي هيحتفلوا بيا عشان خاطر المشروع ده يعني، فلو تحبي تيجي تحتفلي معانا ايه رايك؟ اه طبعا مفيش مشكله خالص. اوكي بجد؟ وكمان هنحتفل بريهام، اصلها هتاخد بطوله الجمهوريه للكاراتيه النهارده. ريهام مين؟ ريهام دي واحده صاحبتي كده. ما قلتليش يعني ان عندك واحده صاحبه اسمها ريهام. لا ده في غاده وفي مي كمان. والله كلهم بنات كده؟ اه صحابي. طب ممكن تستنيني ثانيه واحده، هروح اجيب ورق بس واجي لك تاني. اه طبعا اتفضلي، انا مستنيك. اتفضلي. دي غيره وقرف بقى وكده ولا ايه؟ ريهام يا مجدي، مجدي ايه يا مجدي؟ ايه ايه ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا يا سوسة؟ انا اللي جابني هنا؟ انت اللي جابك هنا يا مجدي؟ وطي صوتك شويه. ايه وطي صوتي ليه يا مجدي؟ الله، انت بتيجي في مجدي وتزعق. ايه يا مجدي؟ الله. ايه ايه مش ايه؟ انت اسمك مجدي يا مجدي؟ هديك في وشك. ولا بص بقول لك ايه، انت مش على طول كنت بتقول لي يا تخين يا تخين؟ ما انت بتزعلك تخين دي يا مجدي. لا لا لا، دي بتفرحني قوي بجد والله. اه يعني بقول لك ايه يا مجدي؟ ولا ولا امشي امشي امشي، يبقى هتروح تلاقيني مولع في الشقه. لا بلاش، امشي. يخرب بيتك. ريري ريري يلا يا ريري. ليه؟ يا رب تقع تتكسر رقبتها عشان تقعد في البيت. ها ايه، ما هي لو قعدت في البيت مش هتلاقي حد غيرك تلاعبه. ريري ريري يلا يا ريري. ريري ريري يلا. ايوه ايوه يا بابا، ايوه انا فهمت المهم دلوقتي يا بابا. ريري لا دي مظاهره جوه شركه ريري يا بابا. ريري يلا يا ريري. ايه ده كل ده وانت مخبيها؟ بس طلعت موزه قبل محظوظه. لعلمك بقى العلاقه دي هتفشل هتفشل هتفشل. طب اسكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ريري ريري هيا يا ريري. دي مي. مي؟ ايه ده؟ ازيك يا مي؟ ازيك يا اخ؟ دينا دينا. سي عبد ربه صديق من الانترنت. فيسبوك؟ غرفة المحجبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا اخ عبد ربه. ازاي ما اخترت؟ الحمد لله. بص دي دي ست الكل. ربنا يحفظك. واحلى حاجه وتر اللي خليتها تتحجب. نعم. ايه مش قلت انك محجبه من الابتدائيه؟ ابتدائيه ابتدائيه ولا كان اعداديه بقى؟ يمكن يمكن. من الواضح انك بتكذب عليا يا اخت مي. ربنا يهديكي. عبدو عبوده عبوده اكيد عليا. اعمل ايه؟ خلاص خلاص شكرا شكرا. انا مش هتكلم، انا احسن منك. ريري ريري دور ريري. Trampolín, 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 tramp
تحب نقعد؟ اقعد انا وانت تعملين؟ ماليش مزاج. لا لا يلا نقعد بجد؟ ايه ده؟ ايه؟ هي العربية كانت بتهز ولا انا متهيألي؟ بتهزت شوية صح؟ ليه ايه خير؟ اصل انا عامل التليفون فايبريشن. معلش تليفوني اصلا الفايبريشن بتاعه جامد قوي. اتفضلي. الله النيل شكله حلو قوي فعلا.